واللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار اليوم باش نلتزموا بالاجراءات باش نحاولوا نهونوا عليهم الاكتظاظ ونهونوا عليهم الدرك اللي عن والمعاناه اللي كيعيشوها. هي كذلك راه معرض يتعرضوا كذلك الاصابات افكتيف حقيقه. راه وصلنا اليوم ل 154 واحد اللي هو مصاب من مهنيا من الاطر الطبيه ولا من الاطر الشبه الطبيه. 154 واحد يعني على مستوى المغرب كامل. فهذا كيعني انه كاين واحد الضغط وكاين واحد النسبه ديال الخطوره لان اللي كتعرضهم في اطار ديال المهنه ديالهم. الناس اللي هما مصابين بزاف هما الممرضين والاطباء اللي كيخدموا في المواجهه الاولى في الصفوف الاماميه، لان من ناحيه المهنيين كاين الناس اللي هما كيتكلفوا بالكوفيد وكاين الناس اللي كيجوا في الخلف اللي كيتكلفوا بالامراض بالمرضى الاخرين واللي كيقدروا حتى هما يصادفوه في المسار ديالهم. وربما كاين واحد المثال ديال واحد المريض اللي كان مصاب بواحد المرض عضال واللي كان تسارع على بزاف ديال الاقسام وداز حتى وصل المسلك ديال الكوفيد، ولكن كان شاف جميع الممرضين والاطباء وكلهم كانوا تصابوا بهذا المرض. الحمد لله اللي لحد الان انه الاصابات ديالهم جد هينه يعني حميده ما فيهاش اي خطوره واللي هما كيتلقاو العلاجات ديالهم. واللي هما كيتلقاو العلاجات ديالهم.